تسأل وتقول: هل تغطية الرأس أثناء الأذان واجبة على المرأة؟ وهل الحيض والنفاس وهل الحائض والنفاس لا يجوز لها أن تردد مع الأذان؟ جزاكم الله خيرا. الأذان لا يوجب في حد ذاته على المرأة أن تغطي رأسها إذا لم يكن عندها رجال أجانب ليسوا من محارمها، فإن كان عندها رجال ليسوا من محارمها وجب عليها أن تحتجب وأن تغطي رأسها ووجهها وكفيها وسائر بدنها عنهم، لأنها عورة وفتنة سواء كان وقت الأذان أو غير وقت الأذان. أما الأذان في حد ذاته فإنه لا يوجب على المرأة أن تستر رأسها إذا كان مكشوفا، وإنما هذا في الصلاة، إنما ستر الرأس وستر سائر الجسم في الصلاة ما عدا الوجه إذا لم يكن عندها رجال من غير محارم، فإنها تصلي مكشوفة الوجه لكنها تستر جميع بدنها، وإن كان عندها رجال غير محارم لها فإنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه. نعم. جزاكم الله خيرا. ترديد الأذان بالنسبة للحائض والنفاس هل هو محذور أو جائز؟ جائز، جائز للمرأة أن تتابع المؤذن وأن تأتي بعد فراغ الأذان بالدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. هذا مشروع لكل مسلم رجلا كان أو امرأة، طاهرا كانت أو حائضا أو نفسا، لتحصل على هذا الثواب. قال صلى الله عليه وسلم: فإن من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.